السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدين ومتابعين يوميات محمد جمال. النهاردة طلعنا رحلة جديدة، رحلة صيد، وطبعا احنا نزلنا الغواص في المياه ايه والسنارة ايه، تمام، وربنا يكرم ان شاء الله، واول ما نطلع بحاجة ان شاء الله هنوريكم بإذن الله. استنونا. ده غلة. طب ما لك عشان السمك يجمع ده ما ده سيد لطش عادي. والله سمك خلاص أغلى حاجة في الدنيا السمك، عشان ذاكرته صغيرة جدا. عمال ترمي له غلة انت. واحد من تجمعه بيعدي كل يوم الساعة 10 الصبح يروح. سبحانك يا رب. في دكرين بط والنوتي بتاعتهم ثلاثة، تمام، عند الملف كده. بيطلع له كل يوم في نفس المعاد، يروح حادف لهم 5 6 رغيف كل يوم. يا معلم مفيش بوك حاجة. تعال هنا بقى، هنا احسن، هنا احسن والله. عندك أنت هيجري كلام بيجري على رأسك.